أولياء الأمور الكرام، في إطار إطلاعكم على جميع مستجدات العملية التعليمية، يسرنا تقديم هذا الشرح المبسط حول كيفية متابعة الطالب من خلال برنامج التيمز. هذا هو برنامج التيمز، ويتكون من مجموعة فرق كفريق الإرشاد الأكاديمي والمكتبة الرقمية والصحة النفسية والتعليم الإلكتروني والصف والأخصائي الاجتماعي والتربية البدنية. ومن هنا يمكن تغيير صورة الطالب. لاحظوا بهذه الطريقة، وهنا صفحة الإرشاد الأكاديمي، ويمكن الرجوع من هنا بهذه الطريقة، وهنا التعليم الإلكتروني، وهنا فريق الصف. وتتكون هذه المجموعة من عدة قنوات تشمل مادة اللغة العربية والبيوتكنولوجي والكمبيوتر ساينس والديزاين تكنولوجي وغيرها من المواد. وأيضاً يوجد بها الواجبات، فعلى سبيل المثال هنا يوجد واجب لم يحل بعد، وهنا توجد الواجبات المحلولة، وهنا علامات الطالب. وعلى سبيل المثال إذا دخلنا غرفة اللغة العربية وذهبنا لملف الفايلز، سنرى أوراق العمل الجماعي والعروض التقديمية والكلاس ماتيريالز الذي يتضمن الكتاب الإلكتروني وملفات أخرى خاصة بالمادة. ومن هنا ندخل على مادة STEM، حيث يمكن الاطلاع على المواد التعليمية لمادة STEM، وأيضاً نتصفح من خلالها عديداً من الخيارات، ومنها إيبوك بنسخة الPDF الذي يحتوي النسخة الإلكترونية من كتاب الطالب. ونشير إلى أنه يمكن الدخول على الكتاب الإلكتروني عن طريق أي متصفح كان باستخدام الكود الخاص بالطالب، وأيضاً فايلز التي تحتوي أعمال الطلاب والعروض التقديمية للدروس وأوراق العمل إلى آخره. وهنا للدخول على Student Portal، وهي بوابة الطالب، وهنا الويكلي لتر، الرسالة الأسبوعية، حيث يمكن للطالب مشاهدتها وتصفحها. وهنا يمكن للطالب مشاهدة كافة الواجبات المسندة إليه. وهنا يمكن للطالب أن يشاهد كافة ملفاته، وهنا لمشاهدة الإشعارات الخاصة به، وهنا مواقع التواصل الاجتماعي للمدرسة وأرقام التواصل والخط الساخن للمدرسة، وأيضاً التعليم الإلكتروني من أجل تقديم المساعدة. وإلى هنا نأمل أن تقوموا بالمتابعة المستمرة لأبنائنا الطلاب، وذلك عبر الاطلاع على البرنامج، ويمكنكم أيضاً التواصل معنا عند الحاجة للدعم أو من أجل الإجابة عن استفساراتكم. وإلى هنا نتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما عرض من شروحات على بعض عناصر التيمز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.